بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله مؤمنون. صدق الله العظيم. باسمي واسم الله مكتوب، وجمعه المناضلة والمناضلين لجمعية العز لما أظهروه من شجاعة وتماسك قوي وكفاء في الدفاع عن حقه المشروع المتمثل في امتلاك الأرض بقوة القانون وكما أن الجمعية دورها هو مناهضة الظلم والطغيان. وأقول لكم مرحبا بكم في بيت النضال العريض، ومرحبا بكل المخلصين والغيورين، وبكل الشرفاء المناضلين من أجل تمكين سكان حي مرجبطين بكافة حقوقهم بدءا من امتلاك الأرض. لقد أردت كما نود أن نخبركم أن جمعيتكم مرت خلال هذه الأيام في ظروف عصيبة وغير طبيعية، لكنها نجحت وصمدت بفضل الله وبفضل المؤمنين بقضية الساكنة العادلة والمشروعة في وجه المبين انتهاز الفاسد المناهض لحقوق الفقراء والمستضعفين. نحن كذلك صمدت في وجه كل هؤلاء المتآمرين، وأنتم تعرفونه واحد بواحد، ضد مصلحة سكان المتجليا نقولها وسنكررها، هي تطبيق البرنامج الاستعجال المتمثل في امتلاك الأرض وإنجاز التصفيح الإصلاحات الضرورية المتعلقة بالبنية التحتية والتنمية العمرانية للسكان. كما أن هناك في هذه بربوع هذه المدينة نزعة الاستعباد، نزعة الاستعباد، وهنا لابد أن نشير، يريدون أن يبقوا الناس والسكان رهينة في يدهم مثل ما وقع للمحتجزين المغاربة في تندوف، يقضون به المصالح ويتاجرون بفقرهم ومعاناتهم. كما أن نحن هنا من هذا المنبر نطالب المسؤول الأول عن الجهة طنجة طوار، والمسؤول عن عمالة طنجة رصيدة، السيد الوالي بحكم اختصاصه في القانون هو الذي يملك السلطة في حل مشكلة السكان. نطالب بتحرير الفرد والجماعة من هذا الاستغلال والقهر والاستعباد وتحقيق العدالة الاجتماعية للساكنة كباقي الفئات. حيث أن الساكن عانوا عبر الأجيال ومن
أوضاع سيئة، ولهذا على المسؤولين الإيجاد حل عاجل ومستعجل لتخليصهم من التهميش والبؤس الاجتماعي والإهمال والإهانة لكرامة في السكنى والعيش. ونحن كذلك نطالبهم بإنقاذ السكان ووضع تسوية نهائية لهذا البلد عوض الاتفاق عن حقيقة المشاكل القائمة، عوض تركهم للمتاجرة بأوضاعهم والمغامرة والمقامرة بمستقبلهم. فمهما طال الزمن واشتدت المحن وقامر المفسدون، لا بد ان ينتصر حق وصوت الضعفاء بحيث الفطير الاعلى. كما ان ما يعانيه السكان هو انتهاك صارف لابسط حقوق الانسان، ولا نطالب من هنا المسؤولين الانتباه الجدي لحل مشكل سكان حي الجطيل، بدءا بمنح قطعه ارضيه لكل اسره عوض تعميق الاوضاع الاجتماعيه الماساويه وتشجيع الخارجين عن القانون. ولهذا نقول وبإنحاء أن مسألة السكان هي مسألة قديمة، أصبحت قديمة، ونحن أخذناها على عاتقنا ولنا الشرف سنناضل وسنضح من أجل حلها وسنحترم المصادر القانونية. أي نعني بذلك أن السيد الوالي لا بد له أن يتصدى بكل جرأة وبكل أخلاق، والولاية تتوفر على الإمكانيات سواء القانونية سواء المادية، وتملك كل الوسائل إذا أشاءت أن تحل المشكل في ظرف لا يتعدى أسبوع، لمجرد أن يجلس السيد الوالي ويعين لجنة تضم سائر المسؤولين بدءا منها من رئيس مجلس بلدي ثم الإسكان والتعليم وكل المتداخلين في هذا الملف، ويصدر قمره في امتلاك سكان الأمر سينتهي المشكل. نحن نترجى خير، لكن وزير الداخلية والحكومة تملك كذلك الصلاحيات لفض هذا النزاع. ولهذا نقول أن على السكان أن يبقى متجندين ونحن في خدمته، وسيكون النصر إن شاء الله قريب، ووفقنا الله وإياكم لما فيه حكمة قضية وعزة ساكنة حي مرج وطيب أهل وعزة